بقى من الاول اللي هو بالنسبه لمحميه راس محمد. اولا التسميه ليه سميت راس محمد؟ رقم واحد كلمه راس ده مصطلح جغرافي او جيولوجي معناه ان جزء من اليابس بتحطه المياه من ثلاث اتجاهات او نتوء من اليابس داخل في المياه زي مثلا راس البر والحاجات دي. تمام. فطبعا راس محمد لو بنبص على الخريطه لو احنا بصينا على شبه جزيره سيناء هنلاقي راس محمد اخر نتوء في اليابس تمام في نهايه سيناء وبيحط طبعا هو كده داخله في المياه في جزيره راس. طبعا اللوكيشن بشكل عام اللي هو خليج العقبه من هنا خليج السويس البحر الاحمر. تمام. فبيلتقوا الثلاثه مع بعض في المنطقه دي واللي بيقولوا عليها مجمع البحرين دي هنشرحها بعد كده القصه بتاعت سيدنا موسى والكلام ده كله اتقال عنه. كلمه محمد اصح مقوله عن شيوخ العرب ان في عصر نشر الدعوه الاسلاميه في مصر اول مجموعه نزلت نشر الدعوه الاسلاميه في مصر نزلت في المكان ده وكان عدد المجموعه 40 فرد. تمام. بحكم قربها من شبه الجزيره العربيه. طبعا انتوا عندكم تيران وسنافير السعوديه جنبها على طول. تمام. فسموها راس الاربعين اصحاب محمد ولكن مع الوقت اختصروا التسميه مباشره براس محمد. لو سمحتوا يا جماعه بس الصوت الجانبي بس. ولكن لحد دلوقتي يعني في انا قابلت شيوخ من العرب بيقولوا او بدو البدو اللي هم في سينا الكبار في السن بيقولوا عليها راس الاربعين يعني بيقولوا مكان مبارك. طبعا محميه راس محمد هي من الناحيه البريه ضعيفه قوي. تمام. هي طبعا رقم واحد محميه بحريه تم اعلانها جرين ليست في مؤتمر التنوع البيولوجي اللي كان موجود في شهر 11 اللي فات وهي وادي الحيتان. تمام. المحميه طبعا مساحتها 450 كيلو مربع تنقسم لحاجتين، حاجه اللي هي اسمها ناشونال بارك اللي هو الموجودين هنا فيها حاليا والحاجه الثانيه اللي هو منطقه الاداره البيئيه اللي هي منطقه الفنادق بتاعت شرم الشيخ كلها. دي مساحتها منطقه الفنادق الاداره البيئيه مساحتها 100 كيلو مربع ناشونال بارك 150 كيلو مربع. ناشونال بارك بتنقسم لحاجتين، البحريه اللي احنا فيها 110 كيلو مربع. تمام. البحريه كم معنى؟ البحريه 240. طبعا راس محمد ما قلت هي مميزه على مستوى العالم موضوع الكره الريف والاسماك والحاجات دي كلها. احنا عندنا حوالي 260 نوع من الشعاب المرجانيه بما يشمل الهارد كورال السوفت كورال الشعاب المرجانيه الصلبه والكره الناريه بنقول عليها الناريه والرخويه. وفي اللي عندنا طبعا حوالي 1500 نوع من الاسماك بما يشمل الدولفين والبرد نوع من الوحوش موجودين في البحر الاحمر تم تسجيل 42 نوع منهم في رحميه راس محمد. تمام. البحر الاحمر كله فيه 44 نوع من الجيش سجل في راس محمد 42 نوع منها. في طبعا عندنا السلاحف البحريه كل انواع السلاحف البحريه اللي موجوده في المنطقه كلها ريد ليست مهدده بالانقراض على مستوى العالم. يعني اي سلاحف هتشوفها في الميه او طلعت على الشط بتعمل ليست او اي حاجه فيها مهدده بالانقراض على مستوى العالم. تمام. في طبعا عندنا شاطئ هنا اسمه شاطئ السلاحف في المحميه وفي منطقه اسمها الكوني بي. الاماكن دي مغلقه ممنوع اي حد يدخلها من البر او من البحر. بتطلع السلاحف وحاليا لسه مسجلين اول تراك من حوالي 5 ايام تطلع السلاحف بتعمل النست بتاعها. طبعا هي بتعمل 3 نست 3 اعشاش وبعد كده ممكن تحط البيض في واحد منهم او ما تحطش البيض تدور على مكان تاني. ده كنوع من التمويه عشان موضوع الفوكس طبعا الثعالب والكلاب والحاجات دي كلها. فاحنا حاليا في الموسم بتاع طلوع السلاحف عشان تحط البيض بتاعها عشان المكان بتاعها. لا ده هو عايز عشان الاكسس بتاعه صعب عايز عربيات 4 باي 4 او ان انت بتمشي له مسافات على البحر عشان تعرف تدخل. فطبعا ده انا بشرح بشكل بسيط يعني قيمه الحياه البحريه الموجوده بس مش بالتفاصيل اللي هتاخدوها في المحاضرات. يعني الحاجه الثانيه المهمه قوي احنا على مستوى العالم ان احنا عندنا حاجتين. رقم واحد ان لو الشعاب المرجانيه على مستوى العالم كلها بدات تموت نتيجه التغير المناخي ارتفاع نسب CO2 وارتفاع درجات وبالتالي ارتفاع درجات الحراره اخر منطقه على مستوى العالم ممكن تتاثر بالشعاب المرجانيه اللي موجوده فيها بالتغيرات المناخيه منطقه البحر الاحمر خاصه شمال البحر الاحمر اللي هو خليج العقبه وراس محمد. يعني ده المنطقه الوحيده اللي هي هتفضل يعني تقاوم التغيرات المناخيه لاخر لحظه وهي الوحيده اللي ممكن تفضل عايشه بعد كل الشعاب اللي على مستوى العالم تموت. ليه؟ علشان كده هقول لك ليه. احنا في خط يعني بالنسبه لخط العرض احنا اعلى شويه من الحاجز المرجاني الاعظم. تمام. سيناء البحر الاحمر ضيق خليج العقبه ضيق فمعروف ان المحيطات بتمتص مساحات المسطحات المائيه الكبيره تمتص نسب ثاني اكسيد الكربون كبيره بالتالي ده بيعمل ارتفاع درجه الحراره بالتالي بيعمل بليتشنج للشعاب المرجانيه. تمام. اللي هو اللي بيضاد بالتالي بتموت. البحر الاحمر ضيق خليج العقبه ضيق فنسب CO2 اللي بيمتصها قليله شويه وكمان احنا في خط مداري اعلى يعني خط الاستواء من حاجز المرجان الاعظم فالحراره درجه الحراره ما بتبقاش عاليه قوي. تمام. فده كله حاجه طبيعيه بتحافظ على الشعاب المرجانيه عندنا. عشان كده بيعتبروا المنطقه بتاعت خليج العقبه وراس محمد جيناتيك بانك. يعني ده لو شعاب مرجانيه ماتت على مستوى العالم المكان ده هو اللي هيبدا يغذي العالم تاني بالشعاب المرجانيه. فلازم تبقوا عارفين المعلومه دي كويس جدا انت عندك الجيناتيك بانك بتاع الشعاب المرجانيه على مستوى العالم كله.
تمام. طبعا الحاجه الثانيه ان احنا مميزين في جزئيه ان انت تقدر توصل لشعاب مرجانيه بسهوله جدا من الشط. مثلا بتروح عند المنظر بتبقى واقف على الصخره تحتك الكره الريف اي شاطئ هنا بتنزل تمشي كام متر تلاقي الشعاب. طبعا في بعض الاماكن في العالم بتاخد زي الحاجز المرجان اعظم عشان تدخل تشوف الشعاب المرجانيه. التنوع في المربع الواحد عالي جدا، انواع مختلفه بالتالي الوان مختلفه بالتالي انواع اسماك اكتر وهكذا. انا مش هستطول في البحر قوي بس انا حبيت اديكم نوتس كده صغيره تقول قيمه الشعاب المرجانيه يعني.